أيام هذا سكالك الله إن جدي مسلمين تا نعمة تينت إله سبحانه وتعالى تينت سكون ما شفته نعمة كأردن مثل سوسة وطوبة وحقوين إله سبحانه وتعالى إنه مسلمين نجدي أردت أص إن الله سبحانه وتعالى إن بدل بقمة العلم وإله سبحانه وتعالى إن بدل من قرن سين وش من قصع العلم أي غفر بقى مسلمة واجب قاه إله سبحانه وتعالى بلا أرب قلم بولا موري بل إسكدار إله سبحانه وتعالى وحك استقى الدنيا دشي يكوى كو موضى يكوى نان مغن يكوى السماء قصع الملائكة أي إله سبحانه وتعالى وضع موري الدنيا مكان نصر لغنى وحياة بدن با إلهي أبوري نجحانتها كم دقاء وحا كم دقيدها وحا كم دبورها وإنتا مقرنسا إنتا سلمة كم دقاء كلوكا كم دقاء عريا كم دقاء قيلة كم دقاء وأنف ليال سماء إلهي سبحانه وتعالى أبورستو بآلم كأبوري يا أبورستو كوا أبوري نمانتو دي إلهي سبحانه وتعالى إسوه من أيتها سيدا درتك با إلهي سبحانه وتعالى إنه وحو إنك دقاء بآلم ولقد كرمنا بآلم با إلهي سبحانه وتعالى ليه بآلم قوان وكرام لي فالكور رمى هذه إلهي سبحانه وتعالى وجيدي نجري لها أما إلهي سبحانه وتعالى ونجري لها جيدك مقرن سايا بورو نجري لها أما كلون إلهي سبحانه وتعالى ونجري لها أما إلهي سبحانه وتعالى ونجري لها مقرن سايا حوالب لهاينا مرنا لررتو مركي الله بحر هاي لبت ديك الله دراء ومقرن سايا لقشر لكن إلهي سبحانه وتعالى بفضله وبمنه سيدا مو يالم وحي نجري بلا آدم وإلهي سبحانه وتعالى وحي هاي ولقد حقيقه كرمنا بالآدم بالآدم كوان كرامي نبا إلهي سبحانه وتعالى وليه بالآدم كي سكمت رؤى إلهي سبحانه وتعالى بالآدم بدن أيو أبو ري قاربا مقرنسا قيدها عبدا قاربا نيحان تعبدا قاربا وحور بعض مقرنسا يبقى عبدا لكن إلهي سبحانه وتعالى وحينا قلقي بالآدم يو الله إنا إنو الله يهي محمدنا صلى الله عليه وسلم والنبي جيسي يهي آمسا أرنتا سير آل آد أي مقرن سائر إله سبحانه وتعالى واجب نوقه إن الأم بضد ومهن علمه ما هو نعمة الإسلام ما أنت سيدي بلانت إنه أحد وحين أبا الله الصنين كيف نستعد لقدوم الشهر رمضان سيدين أودي أرقرونا ما دام وبشي رمضان أي فرد إنه مصوى هاي السامة أي سؤال له هاي وإلهي سبحانه وتعالى أو يجسنا إنه إنه نقارسية لما أنت إن شاء الله سيدين أيين أودي أرقرون كرنا بشي رمضان مركة للشيء هي مقرنة بالأحان وبش السيارات وهي مقرنة هجرية لكن ما أنت بشي رمضان مقرنة وقت بضن أيين نجحية لكن وحن كهر لنا فالدذالك هي الوقت اللي إمك وقت حالك وحن كتبنا رجب أيين كتبنا ما أنت واسدية دي طبعا وانا بشي قدضاب ايه هجرية ده وحكو حكتا شعبان او بشي سديداد اه رمضان ايه كدن بيسا عانيقي ديك ويلهي حي نقارسي عقنا مبنى هنو قارسي ولا طيب وحوية وحكا ستاء الله قبل ايه وحي قبا هيه مدكا الله ديار قروب ايه اول شي وحوية والي يدوي قفتو انو ميلي ما دو صادق اه او الهي سبحانه وتعالى ومقرن سين يداس الهي سبحانه وتعالى درتيون وحقو قبرين وما أمروا إلا ليعبدوا الله إن مقرنسا مخلصين له الدين وحكا لنا لما أمر إن الإله سبحانه وتعالى لعبدنا حال أن مقرنسا مخلصين له الدين دينة الإله سبحانه وتعالى أنه يسأل أخالصي لنا عمل كسير السبع الدين لقوا ينيو أما خالص مقرنسا إله سبحانه وتعالى لا خالصي لنا عمل كسير أنتو دونها الله يكادو بدنا أنتو دونها يشو سامين مقرنسة دونا هاي يشو عمل كاسي إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله هدي الدنيا كسب سين هاي والله يا بقف منه هو جار مقرنسة ماشي أول ربي طيب رسولنا عليه الصلاة والسلام حديث ورني عمر بن الخطاب إليه هاي إنما الأعمال بالنيات إنما إن كلام هاي الأعمال والشغلين كلا قبنايا عبادته وبالنيات ونيو قف كستار محب إليه هاي وهي نيستي بلية نيكي صن نيستي سكم هليا أو سكن نيستي بورتها مايا نيكي صلاة نيستي مقرنة سايي ما نيستي كلا حجم نيستي كلا وامايا قف كستابخ وهي نيستي بلية وحلا إيه الله
kuwa badan oo inaga inaga mid ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga hayay oo amka adduunyada ku nool inayna bisha ramadaan gaarin ba laga yaabo kuwa badan baa waxa laga yaabaa in ay bisha ramadaan gaaraan laakiin xanuun iyo magaraansay mushaakil ayta qofkii siiniyeysta inuu bisha ramadaan u diyaar garoobayo oo haddii ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad uu ku gaarsiiyana soo mid doona waxaa laga yaabaa haddii marka ramadaan uu gaadho ama uu dhinto ama uu xanuunsadoa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala niyadiisa u qaado lagana ajir siiyo laguna xisaabiyo sidii xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay oo lahaa maasirtum waadiyan waadi maydan soo maran oo maydan soo goynin wado wadiiqa bu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa waxaa jira qoom ku sugan madiina oo waxa weeye intaa aad qabateenba idinkula ajir noqonaya sababtu maxay ku noqotay xabasahum alcudur dadka maxaa xanibay oo reebay waxaa reebay cudur baa reebay ama qofkii wuu xanuunsaday ama da'baa qofkii qabatay oo magaranaysay da' darteed buu magaranaysay arrinta ku dhaqaaqi kar waayey xabasahum alcudurkii buu soo gelayayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta magaranaysay waxa weeye ajirkii idinku aad shaqaysateen safarka intaa la-eg iyo jihaadka iyo khayrka aad soo shaqaysateen niman madiine iska jooga oo waxay qabteen aad jirin ayaaba ajirkaa magaranaysayay idala yeelan doona buu leeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinta labaad ee muhiimka ah waxa weeye atawbatu saadiqa qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keeno oo weliba toobad keen dhabaa qofku uu toobad keeno toobaduna waxay waa waajib weyn waqti kasta oo qofka muslimka uu joogo toobadu waajib ayay u tahay dayib welibana khaasatan maadaama imika bishii ramadaan ay nagu soo dhowdahay qofku waa inuu magaraansay toobad keen dhab ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la yimaado weyn wabiniyati rabbihi dunuub dunuubtii uu galay qofkii in uu ka toobad keeno ayaa loo baahan yahay oo dunuubtii uu galay qofka oo dhan uu ka toobad keeno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala toobad keen uu magaraansa weydiisto min xuquuqi naasi dadku xuquuqda ay ku lahaayeenna inuu qofku magaraansay dib ugu celiyo ama qofkii magaraansay uu xantay ama qofkii uu dhibaateeyey ama qofkii uu wax u geystana uu magaraansa qofkii waxa weeye uu ka idin dalbado uu yidhaahdo warniyo walaal iyo cafi sababtuna maxay tahay maadaamuu shahr ramadaan ah oo mubaarak ah uu magaranaysay inagu soo foodneeyay waxaa kale oo magaranaysa qofkii looga baahanyay bidaacati waalcibaadaati bisalaamati sadri maadaama oo qofku oona toobad looga baahan yahay dadkii inuu iska toobad uu ka dalbado dadkii yidhahda iyo cafiya si qalbigiisiina magaranaysa uu nadiif u ahaado dadkiina aynu waxba ugu magaranaysay ayna lahaanin qalbigiisuna qofkaas uu qof xasilan u noqdo laana imika dad qof ishaysaan ama mashaakil aad ku dhex jirto ama dad badan aad dhibaataysa oad magaranaysaayey aad mashaakil u geysatay waxaa suurtagal ah qalbigaagu inuu magaranaysaayey una raaxisan ama qalbigaaguna ixorsan qaala tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi watuubuu ila allaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena jamiican xaalaatihi kuwa dhan ayuha almu'minuuna mu'minuuno lacallakum tuflixuun waxaa la arkaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keentaan idinka oo dhan in ilaahay subxaanahu wa tacaala magaransa aad aflaxdaan rasuulkuna waxaa laga wariyay calayhi salaatu afdalu wasalaam inuu yidhi yaa ayuha annaasu war dadyahow tuubuu ila allaahi ilaahay too u toobad keena fa innii anigu atuuba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u toobad keenaa fidyowmi maalintii ilaahay xaggiisa aan u noqdaa mi'ata maratin boqol goor ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiistaa oon u toobad keenaa buu leeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka dabcan dembigiisa waa la dhaafay laakiin muxuu saa u sameynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskii ay warinaysa caaisha wuxuu lahaa afalaa akuunu he cabdan shakuura miyaanan ahayn addoon magaranaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu ii dembi dhaafay aan u mahad celiyay wuxuu inoogu sheegaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam innaga oo magaranaysay xadiiska laynoo soo gaarsiin rasuulku inoogu sheegaya waxa weeye maadaama rasuulkii ilaahay maalintii boqol goor uu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u noqdo dembi dhaafu weydiisto innaguna magaranaysa inaan intaa iyo inka badan aynu la nimaadno oo dembi dhaafu ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisano toobad keen dhab aan la kulmin dayib ramadaanta maxaynu markaan u diyaar garoobin waxaa laynooga baahan yahay niyo sax ah iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtii ramadaanta ka horreysay oo dhan inaan allah subxaanahu wa tacaala aan uga toobad keeno dunuubta laba aynu kala qaadaynaa midna waa mid adiga iyo dadkeedi ka dhexaysa midna waa mid adiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala idi ka dhexaysa ta adiga iyo dadkeedi ka dhexaysa haddii ay tahay maal waa inaad maalkii celisaa haddii aadan qofkii garanaynna
مالكي ويا مقرنسة قفكي أدو صدقيستا هادي آذن هلي كرن علي كرن صدقي كرن قفكي أو نوري هاي إن آذن مقرنسة قفكي أدوي ديستو إنو كاعفيو مالكي يهنتدي وكوغلها مالكا وحا سوق ليس حنتي ما سوق ليس قفكي اللي باتي سوا سوق ليس مشاكلات فرق ما سوق ليك وحا سوق لن قفكي قفكي وكاقلي إنو حالا ليستو دنوب إلهي سبحانه وتعالى إنو كاقلي يلا إلهي سبحانه وتعالى وحا مقرنسة لإنو وبهي هاي إنا إنو كو dambiga inu galay inaan dib ugu noqon la waxa la inoo baahan yahay sidii markii dhawayd aan sheegay dambigi aad gashay inaad mar walba magaraasay aad magaraasay ka warwasho oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar walba waxa ku xiga arinta labaad ayadoo muhiim ay tahay u diyaar garowga bisha ramadaan waxa weeye oo walibana ilaahay subxaanahu wa ta'ala in badan inuu booriyo rasuulka kaleey salaatu wasalaam in badan inuu booriyo duco in qofku ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu weydiisto وحنا صلى الله عليه وسلم كدن بيوها كصورت أنهم إلى دكاس إهانيا إله سبحانه وتعالى إني ولد سنترين إني ولد سنترين أن يبلغهم الرمضان بشر رمضان إله سبحانه وتعالى إنه قاسي لح بلود بوحي إله ولد سنترين دكي مدرسة وانا سنة الله سبحانه وتعالى ولد سنترين إنه رمضان تقاسي أوكي شنطة بلود أدن ب كانت مدرسة يعني رمضان كدم بسنة وحي إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنجرن أعماشي أي مقرسة قبتان إلهي سبحانه وتعالى إن أكا أقبل قف مسلم كأنه إلهي سبحانه وتعالى أو مقرسة مريو أو بش رمضان إن إلهي سبحانه وتعالى أو مقرسة قاسي أو مريو وحوي وأرم ونسوي دين هانا إن إلهي سبحانه وتعالى أو نو قاسي أنه دين إلهي سبحانه وتعالى قصرا أو توصل إلهي سبحانه وتعالى رمضان توقف وقارسين إلهي بريور شر هانا إن إلهي سبحانه وتعالى إنه قارسين رمضان تنوع عفما قبنا إن إلهي سبحانه وتعالى قارسين هرب وصل شرني طب بضل وعيم كمان تا شو قال عفما قبا يا الله يا مركا إني حن صدام أما إلهي سبحانه وتعالى عذر كان إلهي سبحانه وتعالى إنه مكبر إنه موك هالمليون دا عض إلهي سبحانه وتعالى ولبر إلهي سبحانه وتعالى إنه مكبر إنه إلهي سبحانه وتعالى أعماشا إن قبلنا إنه بشهر رمضان إن إلهي سبحانه وتعالى وإن يعبر أرنت أسئلة يا أبي مهم تاي خوفك ما دام إمك رجب لجوجو وأنا إمك مصيب لابا صلاة كسوء تكذب خوفك إن إلهي سبحانه وتعالى هو يدستو يسوع أتوصل إن رمضان إلهي سبحانه وتعالى هو كانوا عارف ما قبض شرهانا إن إلهي سبحانه وتعالى هو كانوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هو المقرنسة نفوه هذا كوكو بوطفري المقرنسة الدومة إذا كم يدعوا حكوة الله نبي حمده والرحمة لله سبحانه وتعالى هكاقوا سنين أوليين طيب وحكروا المقرنسة بقلب البلوغ من هذا الشهر العظيم إن المقرنسة بشن آدي آدلو أين أدو هو أنه بشن رمضان أه إن أين فرحة جلسة وإن كفر حنا ما دام رمضان تيمك بلي حاجة إنه يكتب قف إنه كفر حأيا وناسن أو نيدهان ووسي فرحه لأن بش رمضان وحوي ونعمة الله إله سبحانه وتعالى وعظيمة ويولد ويد على العبد المسلم أي أطه أرن تاسي لأن رمضان مواسم الخير وأنا مقرن ساي وحوي ووقتي موسمك أما وقتي خير كوي وإلهي سبحانه وتعالى وفريي بأبواب الجنة جنويك إله سبحانه وتعالى الباب ضد وفريه وي وبشي لحده يوي مقرنسا نارت إله سبحانه وتعالى الباب ضد أرنا بشي لحده يوي إله سبحانه وتعالى وحده يوي فضل ياس أي لذا طيب وحمرك ما دام لحده نارت لحده يوي إله سبحانه وتعالى باب قصة عقابة إله سبحانه وتعالى وحده يوي فأبوك الرحمة يتنظم أي فرميان طفق وحا وناسا وكفر حقين إلهي سبحانه وتعالى قال ثانك يدي أي سؤال واتين وهي بش رمضان وحوي شهر القرآن وبش القرآن كوي والغزوات الفاصلة بين ديننا مقرأت وانا ما قرأنا سيما لها دينتنا إلهي سبحانه وتعالى إن بضن إنا نكفى إذي سنة أو لقفى إذي ستوب إلهي سبحانه وتعالى إنه مقرأنا سيما نعمه وي ضي قال الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحيري يسوى مقرنسة المامية قل بفضل الله نبي محمد وحط لها فضل إلهي يو برحمته مقرنسة بفضل الله أو فضل إلهي قرآن كيا يو برحمته
رحمة الله سبحانه وتعالى والدين الإسلام، فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون. أرنتا إن كفر حان ضدك أيام قرنسة الأمرين وحن لا أرورنا الدنيا قرنسة الوكرة ترتمينا وحوي لبضاس أيام قرنسة كور أكسن. طيب ما دام بشي رمضان أي سورة وذهي أو لو ديار قروب أيو قف ويسو ديارني يقف قصتو مسلم أو بالغة أو عفمات غبا قلبي أهانا مقرنسة قلبي يسو ونكس يعني مسكحيا أهانا مسكحي سو ونكسنتهي وحالا قفك لقربا إنو بريك النغضو إنك سوى سعطة رمضان ذي كهري إن لقول لي يحي قفك وإنو كفو غادا وسيسو ما ويو ولما دام الدين هي الدين تسكي قداوي. عن أبي سلمة قال وحيري سمعت عائشة رضي الله عنها وحن مغلى عائشة أولى تقول يضولى كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في الشعبان. يعني ما دام قفت مرأحي وحوي وحا صوم اللي تتبع إلى ذهر رمضان أو أنا صوم من شرين مركا أما حنون هكوي مادو أما عالذي مكان سايها كوت مادو دو مركو كوي من شرتين ما صوم من شرين أو ما هي ليلة شرين أي لذا هي ما كري شرين إلا أي شعبان تمادو شعبان مركي تمادو رمضان تينا بلا كل من تهي أي نسكب ذي شرين. رواه البخاري. طيب وحنا ورسم مقرن سيقف في مسلم كهاي هذا هو رسم إن إلى اليوم بش شعبان يدا لفت كذا ومقرن سيعاد إلى اليوم صوم كي لولها تأخر الغذاء حتى يدخل رمضان الآخر وحاك رأى لو بن يقف في رمضان تقولها بش شعبان إنه رمضان تيجود كرا قف في سو رمضان مقرن سيقولها في سو رمضان تو أسعتي أو صنم وحن كذا صنم كأسعلينا اسم الشعبان تي مقرن سو صوم كرا بش وسكوا ذن كرا إلا ما ما هو طن بيسمو يعني سان إنه وين دور النص إن شاء الله. طيب ما دام رمضان تي أيسوا سعته إما كنا بليه وودن بيع رمضان تقوله وين كتشنا قف كواحة ونكسن إن أزيات صدو بالعلم علم جي إنه سياسة صدو الأحكام الكساب صنا الصيام الأحكام تي صوم كقف كساب صنا إنه إما كسي سياسة صدو ومعروفة إنه سيجر تأمك قف أو مقرن سائم بدل كوع العشرة بفضل رمضان فضل إلى ذا محي رمضان إلى ذا وحا كراء مقرن سقف كي سنو مقرن سي واجب كوع أما هو أنا أكسب إنه إمك وحي رمضان تبش رمضان كسي مشغولين يا أو قفكو إسكسي أرمه هذا إسكسي حرق الحمد لله الحمد لله قفكي أرمه هسي إسكسي حرق هذا شقاء هيب إنه مقرن سبيش رمضان كوب بيكتو أو فصح قاطو هذه أي تجارة أي واحد لما ذا هيب قفل يمكن إنه سي بلاميو وقت يسي أو كسي باران دقو أو مقرن سبيش رمضان وقلت له قل قفكو إنه إسكسي أرمه هسونا إسكسي أفجرا أو إسكسي حلو موضوع في كسب سنة سيد إيران وقلت يا رجلنا بيش رمضان واحد كلا أول أحسن قفكو إنه لف الإستو معاه البيت قفي أهل البيت كيسين ولا فريستا عيالكي دمركي حاسسكي والدكي هذي كنا قفي يمكن لا سيم مقرن سوا ذا فريستا يمكن لا سي شغل دمركي عيالكي يو عدي لها الماشي يمكن لا سي شغل أحكام أحكام الصيام سيد مقرن سوا أحكام كي صيامك يو تشجيع السقاري على الصيام تذكي يري رأي لا يرضى على عيالك يري رأي ولي قاعدين أما هو مقرن سوا يمكن بالو غيره اللي وسي ليرجليو لا يا هذا بشير رمضان بصور صوت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول سيج على سيو. طيب الصيام من شهر الشعباني مش الشعباني وح لقى صوما وحيقول لك أنت هاي استعداد اللي شو من شهر رمضاني مقرن ساي إلاسي مقرن ساي ديار جروبو مش رمضان عنها إلهي سبحانه وتعالى كرر النقطة واحدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في إلهي وحوها مد صوما إلا أن اسم الله نو الله رسولك إمك مقرن ساي وحوي أفرم ما يو وحوي بشر صاص وكل ما يسنى ضيب ويفضل رسولك هو أفر شري أو مو صوم شرين إلا أن اسم الله نو لا يصوم رسولك صوم مما يو مقرن ساي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله يو صمين إيمان أرب استكمل صيام الشهر إلا رمضان يعني بالإسكحة ورسولك عليه الصلاة والسلام أو أنتم كوكسوا بالله صدقوا كيني أما سيالا تركوا كيني ما ترتوي إلا ذهي إلا بشهر رمضان مويانين. طيب منان عرق بالله ذهي عيد كسوا بضل رسولك عليه الصلاة والسلام
بيش الشعبان هلكا واحد لقى قاضية بيش رمضان مو يالي هموقف إن صوم مقرن بيش رمضان مو يالي إن أم بيل كلا ولا سكوت جسين كنا صوم كي يونا جيرين لكن صوم كهذو سنة يالي واحد وانا سقف إن أم مالنا صومه مالنا وافره طيب عن أسامة ابن زيد قال وحولي قلت يا رسول الله رسول الله وحنا مقرن سأكون كل رسول كإله ما وحنا كلهم وحنا كأركا رسول الله الله هذه أصوم يا بال إن هذا كسوم بلاها كلام قال وحول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أرنت بشاء شجسا وبالوي يغفر الناس عنه تدخل أي مقرن سأكدوا هيهن من بين الرجب ورمضان بشاء سروح كبا ينتهي رجب يا رمضان لحظة وانا شعبان وي وهو الشهر وي بشاسي ترفع لكورياليو في الاعمال اعماشي بالغاليا الى رب العالمين ربي عالمين تمقرنس اي كوريبا لوغينيا فاحب وحان شعليستي ان يرفع الا مقرنس عمل كي يكر لو قادو وانا صائم حال انا هي مت صوما مكا رسولك عليه الصلاه والسلام بشر انك سو سوتا شعبان سيدي تو ايمان متر مانتا ان كوتشرو رجب أو بشي تضلات أب شعبان سديدات بن غنسة رمضان نص سيارات بشي سيارات أي هجرة تاريخ هجرية مثلا بشي صوص عطا شعبان لم يتمكن عشان كده مين هن رسول كؤاد بوسو مجري سبب توسو مين أنا محيتها هي أعماش أي إله سبحانه وتعالى لو ما قرنا سايلوجي يا أو إله سبحانه وتعالى لو بندقة وحنا نشعل استلم ولا هي عمل كي أنغمني إن لو بندقة إله سبحانه وتعالى أنا جو صومن طيب رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح النسائي وفي حديث البيان الحكم من الصوم الشعبان وهو أنه الشهر ترفع فيه الأعمال وحوي بشاء المشرني ومقرن سايي وعماش أيام القاضية علماء قارنا وحي الشيئين طيب إن هو مقرن سايي صوم كاس أودمو بمنزلة السنة إن هو مقرن سايي سنة أودمو قال سلمة ابن كهيل كان يقول الشهر الشعبان شهر القراء بش الشعبان وحا لو قلت المام جرى يو لا يهي سلمة والشهر وبشي وحوي ضدك اخري قران كاله سبحانه وتعالى ضدك قران كاله يا اخي بش لو ايا لو قلت المام جرى وحوي ويسي ديار قروب جرين قران كاله سبحانه وتعالى سي ديارين جرين وحوي ترتيب يبرغرام يبلين كاي سي جرين وكان عمر بن خيس عمر بن خيس نوح مقرنسة أوها إذا دخل الشهر الشعبان شعبان بهضي سوق شو برمضان بإسكدة ورك يدي أغلق حانته تكاين نذي سامة ميلا ماش أكوك عصده واحد جري وتفرق لقراءة القرآن وحونا أسو فارغ نغن جري ووحو البفراء وسو قاد جري أخرنت قرآن كإله سبحانه وتعالى الله أكبر مركب ضدكي صالح أها مقرنسة سلف أها سلاس أي حالك وضها تكانوا ذا حين جلنا وحوي بشه مقرنسا شعبان وحوي الله بحيبه وما بشه مقرنسا يوحى لونجري شهر القراء على لونجري بشه ضد القرآن آخر يجين طيب وقال أبو بكر مقرنسا أبو بكر وحولي شهر رجبي بشه رجبكو شهر الزرع وبشه وحلى بيرني وي وشهر الشعباني بشه الشعبان شهر الحق السرعي مقرنسا وشهر رمضان بشهر رمضان شهر الحساد السرعي وحي لبيرتي بشي لقوسيني أي نغنس أي كوبك مثال وقال أيضا وحا كلا الله قلت المامي مثل الشهر الرجبي بشهر رجب وحا لقوت البامي كالريحي سيدة ضميرها أو كلب ومثل الشعبان بشهر شعبان وحا لقوت المامي مثل الغيمي ضرورة أو كلب ومثل رمضان رمضان وحا لقوت المامي مثل المضري وبشي وحا وي رب ودعيوي حتى صدح ذا بلود إسحية ساس أي ذكي ونسناي أي كنت المامين ومن لم يزرع قفك آم بيرن هو يغرس آم قرس فلن في رجب رجب آم بيرن وصير بير قروب ولم يسقي آم وراب في شعبان شعبان آم وراب سن بيرتي أو بيري يعم قرس ماشي وحمري وكقري فكيف سيدابا يريد أن يحسد في رمضان ودوري بش رمضان إلى بيرتي أصدره يا نما بيرتي سيحلاف مرن أصير كي كل شيء مقرنس بيش الرجب أو شعبان أو ورابين بيرتي أو أدي سيد مقرنس أو الكرام ورابين ما تبين أن كنت ماما سيد أبو الدوري بيش رمضان
إنه أوجست بيرتي وحوي مكانك سوالم علب ذيوي. وهذا وهكذا أما وهذا قد مضى رجب إما كان وحوي رجب بساعة نقول أفتي أو نوري تبع العشاء السيفنا فما مقران سيفاعل في الشعباني هدي أي دوري نهر رمضان محيط ودي عند رسلني بيش الشعباني سلاش هو تاسوي خوفكم مركز دلال وحلا وقبها هي هي إما كما دام عينو رجب كتر له حقافكي يبالتي ديال قرين تيدي يصير كي كشبتان كيسي قوفك إما كينوسي ديال قروا بالله بهاي قوفك هدو الدنوب يوم عصي يوم قرين سوحا إلهي سبحانه وتعالى ورالك هيرو إما كبولا تلو إما كايا لو بهاي وحصوا لنا وقعمت كرسي لحبه ودعاء إلهي سبحانه وتعالى وصيب بلا مجال يا إلهي يوم دم بيجي أقلنا إيجا عفي إله رمضان ترى مقرن ساي وانا يقول قاسين إما كما دام إنه رمضان أين مقرن ساي بيجي حقا إلى ذاك التو ما أنت الموضوع إنه وحكو سبسنا سيدا بينه رمضان تا وقد يرقروب كرنا لكن عن رمضان إلهي سبحانه وتعالى وحو لي يا أيها الذين آمنوا هو إلهي رسول في سر ميو كتب عليكم وحواشب لذلك غلقين الصيام صومكي أو بشي رمضان كما كتب على الذين من قبلكم سيديكو إذنك إذنكوه الرأي ومضيه إنكوه الرأي الله مكرا سيئك لفتكوه الله هو واجبيري أي إلهي سبحانه وتعالى إنه هو واجبيري هذا هو وحي نقاط لنا قف ما دام مسلم يهي وبالغ نيهي حسك سنود نيهي إنه مكرا سيبش رمضان عم حيكو تهي واجب أن كو تهي إنه صوم طيب أحكام تنكلا صفر كآهي مكرا سيئ وحيا بها سكلا إن شاء الله مركز رمضان تو إنه سعلواته أما وقت رمضان أيام كبير دونا ما دام واجب نوته بشهر رمضان لأن جل الدين إلا حارضها امتمامنا حنون أما سفر أما هولا مد الله هلا مو يعني وحين كلوا بعين قف والبو من نجى نجم ده إنه أسي ديار جروب بشهر رمضان وأيام كأي مسيب بلاو نقاب كي إنه ديار جروب الهيب قف كي إنه كوف كرو هذه فرع سيدا نوش إن أيام كأي مسيني سنة بشهر رمضان وإلهي سبحانه وتعالى إله باقرنا يوحى نعيد دونا وإنه قارسين بوايما إلهي دعيني قارسيه وحوه إلهي سبحانه وتعالى أجر كيدي أي نغري ما دام من يده دي يديار قرأو قيدي يؤديار قرأن تيدي أي محيني انتاس أيام كسو كوبيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.